مشاهدينا الكرام، نقترب اكثر من هذا الموضوع. معنا المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء السيد احمد موسى. اهلا بك استاذ احمد. نبدا من صيانه المحطات، محطات الكهرباء ايضا هل تجري على ما يرام؟ ايضا تسريع الاجراءات الروتينيه، يعني هناك صلاحيات كثيره في هذا الموضوع. مرحبا بجنابك استاذ حمزه، حيا الله ست هبه جميع مشاهدي قناتكم. نعم، وزاره الكهرباء اليوم تعي حجم التزاماتها، تعي حجم تحدياتها وشائكيه هذا الملف. نعم. وتماسى بحياة الناس، وعلى هذا الأساس جاءت الخطوات الحكومية وجاءت توجيهات السيد الوزير لأن تدخل تشكيلات الكهرباء برامج صيانة مبكرة. الحديث عن صيانات طويلة، عن الصيانات الشاملة لجميع محطات الإنتاج، الحديث عن صيانات الوحدات التوليدية، مراجلها، توربيناتها، منظومات وقودها، منظومات المياه، إدخال جميع محطاتنا برامج صيانة شاملة لأن تكون جاهزة لأن تعمل بطاقتها القصوى مع تحديات الصيف. ساعدنا بذلك ما حققناه من اتفاقيات مع سيمنز وجي فيما يخص صيانات طويلة الأمد للوحدات التوليدية، طبعا هي شركات مصنعة ورائدة وعالمية. مضاف إلى ذلك كانت توجيهات السيد الوزير ورئاسة اجتماعات غرفة عمليات وتذليلة للقرارات ومنح للصلاحيات لصالح المدراء العامين، بل ولصالح مدراء الفروع أيضا، فيما يخص تأهيل قطاع النقل، استحداث خطوط ناقلة، نصب محطات تحويلية، نصب محطات متنقلة في مراكز الحمل، تحقيق وثوقية ربط ما بين المحافظات، وهذا كان مهم جدا. أولا كانت الإجراءات هي عودة المواصفة الفنية والعلمية الصحيحة للمنظومة. ست هبة استاذ حمزة، نعم، كثيرا ما كان يعاب على شبكتنا أنها مغادرة المواصفة بحيث يصير عارض بمحافظة البصرة تطلع محافظة كركوك وبغداد وصلاح الدين والمنظومة تباعا. يعني هذا منظومة شبكية العنكبوتية، يعني هذا الربط الحلقي، هذا نعم، الربط اللي يسمونه الربط الرنج، انه كانت عندنا يصير عارض بمحافظة معينة من الممكن تطلع المنظومة كلها تؤثر على المحافظات الأخرى. نعم. هذا نتيجة مغادرة الوحدات التوليدية لتردداتها، لمزامنتها مع خطوط النقل. هذا عملنا عليه منذ وقت مبكر لأن نحصل على ترابط تزامني ما بين خطوط النقل وترابط ما بين الخطوط الناقلة فيما يخص المحافظات، وحتى إمكانية موازنة الأحمال والاستفادة من الأحمال. يعني اليوم تتاح لمحافظة البصرة بها أحمال ممكن أحرفها لمحافظة ذي قار، إنه ممكن تستفيد منها ميسان، تستفيد منها الديوانية، وهكذا. لا. محافظات الفرات الأوسط كانت تعاني بشدة، كانت تعاني بقوة من عدم الإتاحة، من عدم السعة. استحدثنا ونصبنا محولات الأوتو أقصد القدرة في أكثر من 6-7 محطات، الحديث عن الحيدرية، الخيرات، المسيب، الديوانية. بالتالي حققنا إتاحة وسعة وترابط فني ما بين خطوط النقل، حققت استقرارية واضحة بساعات تجهيز الكهرباء. لكن تبقى المشكلة في قطاع التوزيع. نعم، التوزيع، قطاع التوزيع عملنا عليه بشكل مكثف وبجولات ميدانية للسيد الوزير. حرصنا على أن نعالج الاختناقات من خلال شنو؟ استحداث مغذيات. أنا أتحدث عن قرابة 2551 مغذي ست هبة أستاذ حمزة فقط استعدادات هذا الصيف، استحداث مغذيات جديدة لتواكب الحمل. يعني خلي أقربها، أكثر الناس يقول تجينا الكهرباء 5 دقائق وتطفى، 10 دقائق وتطفى، هو ما أو طفوها، يقول هو ما يعرف أنه مو الكهرباء طفتها، المغذيات وقعت بالحمل الزائد، أجهزة الحماية فصلت. هذا الحل إلى شنو؟ أنا أشطر المغذي أسوي 2 حتى أوازن الأحمال. استحدثنا قرابة 2551 مغذي فقط خطة الصيف. عملنا على تغيير ساعات المحولات، وبالتالي تم معالجة هذه المشاكل. يعني عالجناه بالجزء اللي يتيح لنا من وقت اللي عملنا به بشكل مبكر لأن نكون جاهزين للصيف. بالتالي هنتحدث عن جاهزية منظومة ستكون مع بداية الصيف أو مع 1/5 27 ألف وأكثر. إحنا العام وصلنا بصيف 24. العام 24. هذا الصيف نتحدث عن أرقام تحقق وثوقية ومعدل. شنو ست معدل؟ أن ما ينزل الحمل جوا 27، يعني من الممكن أوصل 28 أوصل أكثر، بس ما ينزل جوا 27. وهذه محطاتنا ستكون أو منظومتنا ستكون جاهزة نقلا إنتاجا ونقلا وتوزيع. طبعا هذا راح ينعكس على ساعات التجهيز. الخوف الأكبر اللي ما قدرنا لا نخفي واللي صارحنا به الحكومة والبرلمان والإعلام والجميع، التزامات الوقود. التزامات الوقود، أنا ما أخفي الجميع أنه ما زالت محطاتنا بالتزاماتنا بمسؤولياتنا مسائلين عنها. التزامات الوقود وشح الوقود كان وطني أو مورد. نعم،
عندنا غرفة عمليات مع وزارة النفط، عندنا تنسيق عالي، عندنا أيضا تواصل مع الجانب الإيراني، أكدنا الجانب الإيراني أن إطلاقات الغاز راح تكون حاضرة مع الصيب بالكميات المطلوبة، لكن أي شح غاز، أي توقف لإطلاقات الغاز وهو ليس من التزاماتنا سيحرج المنظومة، وهذا إن شاء الله ما عملنا عليه ونتمنى أن لا يحصل. طيب يعني احنا باختصار لو سمحت استاذ احمد، يعني المواطن ما يريد هذه التبريرات، يريد فقط انه كيف سيكون الوقت الكهربائي له. يعني بالتاكيد ان شاء الله صيفنا سيكون مطمئن، صيفنا سيكون بالمجمل افضل من الصيف الماضي. استاذ حمزه، ما عرضناه نعم نصب قناه العراق، ما عرضناه مو تبريرات، ما عرضناه نريد ان نشعر الجميع لالتزاماتهم. الكهرباء ما ممكن ان يصار لهذا الملف من عمل الكهرباء لوحده، احنا اليوم نحتاج وزارة الصناعة ونحتاج النفط ونحتاج المالية ونحتاج التخطيط ونحتاج حتى جهد الجمهور الشعب ونحتاج الجميع لصرورة هذا الملف. نشكركم جزيلا أستاذ أحمد موسى الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء على كل هذه التفصيلات.